حواره مقبول شكلا وموضوعا، لكن انا برشح السيد المرشد عبد الفتاح السيسي. الكلام هو الراجل يعني عايز بيقول ان احنا عايزين بالنسبه للالاف الافدان اللي كانت بتتوزع ايام الحزب الوطني على كبار رجال الاعمال، والكلام ده هو عايز يوزعها طبعا على الشباب بالنسبه للاستثمارات يعني، واخد بال حضرتك، عايز يساعد الشباب والكلام ده، وده كلام كويس. بس احنا دلوقتي الوقت مش وقت الاستاذ حمدين صباحي، الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي. والله يعني كلماته واضحه واخد بالك وصريح، طبعا مش يعني مش غريب عننا، من زمان احنا نعرفه يعني ايام ما كان طالب في الجامعه، واخد بالك، والثورات كلها كان بيعملها وانتفاضات ايام ما كان اتحاد الطلبه وكده وبتاع، وراجل محترم جدا جدا جدا، وكلامه يعني بيخش القلب على طول، كلامه مباشر بيخش القلب، يعني هو من العيله اصلا واخد بالك، بعيره واخد بالك، ما بيحسش بالناس الكبار، واخد بالك، وراجل اشتراكي مصيري. نتمنى انه يكون رئيس يعني. والله يا حمدين صباحي دايما ايه يعني افكاره متناقضه مع بعضيها، ازاي راجل من الحزب النصيري واصله كان قوات مسلحه يتكلم في حق الجيش، لما اتسال السؤال بتاع اول امبارح في شركه في المحله وواحد من اللي هم مستضيفينه قال له انت شغال ايه؟ قال له انا صحفي. طب هو حمدين صحفي في اي جريده؟ وراجل محترم على عيننا وراسنا، بس الكلام احنا مش عايزين حرب انتخابات بينه وبين واحد محترم، هو راجل محترم والمرشح التاني محترم، فالكلام يبقى في الحمله والبرنامج بس، ده الرجاء من اي مرشح، وانا شايف ان هو كلامه متناقض وحملته متناقضه اصلا. انا للاسف ما تابعتش الحوار بتاع حكيم صباحي، لان انا من البدايه مش مختاره ان هو يكون رئيس مصر، وبالاخص يعني ان كل تصريحاته قبل الترشح كلها متناقضه، فبالتالي ما اديت ثقتي اكتر للمرشح الشيخ السيسي. من البدايه واضح كلامه كله جامعه وطنيه وحاسس بضغط الشارع المصري. والله حضرتك انا ما شفتش الحوار اللي بالامس بتاع حمدين صباحي، بس عموما دور حمدين صباحي انا شايفه كمواطن من ضمن المواطنين في الشعب المصري، ان هو يعني هو في اتجاه معين للبلد هي ماشيه فيه. دور حمدين صباحي انا شخصيا اختاره بالمتاحين، عشان هو المتاح خيارين بس، انا شخصيا اختاره، بس مش هو اللي هينجح،